أعزائي المشاهدين، بحب اليوم صحح بعض المفاهيم المغلوطة تجاه الإسلام، وبقول لكل اللي بيخافوا من العنف والتطرف اطمنوا، لأنه الإسلام دين سلام، دين رحمة واحترام الفكر الآخر. الإسلام ما بيحرض لا على العنف ولا على الكراهية مثل ما بيحاول البعض تصويره وتشويه سمعته. وغير هيك، الإسلام ما بيجبر حدا على اعتناقه. وللنسوان بقول بأنه الإسلام حرر المرأة ورجع لها مكانتها وكرامتها، فبدي إياكم تطمنوا وتتأكدوا أنه الإسلام بيحبكم كتير كتير كتير. شفتني مبارحة على التلفزيون دكتور؟ ولك إيه صحيح، كنت مبارحة على التلفزيون. متصدق أني ما عرفتك بالأول؟ وليش بقى ما عرفتني؟ من المكياج؟ لا، كأنك إنسان تاني يا زلمي، أدب ولطف وداعة. ليش أنا بالحالات العادية مو لطيف ومو مؤدب دكتور؟ ما قلنا هيك، بس مبارحة كنت شخص تاني خالص، ما جبت سيرة الكفار ولا القتل ولا الدم ولا النسوان. ليش مفكرني أهبل حتى أحكي بهالإشي على المكشوف قدام الإفرنجة لعنهم الله؟ يعني ما تغير شي بأفكارك؟ شو بنا دكتور؟ الإسلام يغير ولا يتغير. كيف يعني؟ يعني كلام منمق للتسويق المحلي دكتور. يعني هالحكي الحلو اللي حكيته مبارحة بالتلفزيون عن احترام الفكر الآخر ومحبة الناس، ما في منه؟ لا. يعني كذب؟ لا. حيرتني يا زلمة، لا حق ولا كذب، لكن شو؟ خليني اشرح لك. ستنا عايشة خبرتنا انه اجا شخص يستأذن بده يفوت عند الرسول. قبل ما يفوت قال عنه الرسول بقفاه: بئس أخو العشيرة. بئس يعني مذموم ومكروه ومنافق، وإذا بدك نذل كمان. بس لما الزلمة فات وقعد مع الرسول، رسولنا فرش وشه هيك وابتسم وغير لك لهجته وصار يكلمه بكل لطف. شايف الحكمة دكتور؟ الرسول بده يتقي شر الناس يا أخي. بس هاد نفاق. نحن عنا بالفقه بنسميه مداراة، يعني بالقفة بتقول الحق وبالوجه بالداري مشان تتقي شر الناس. شرع لنا المداراة. ايه يعني المداراة؟ ان انت تمشي امورك، ولا تخدش. والفرق بين المداراة والنفاق كبير. بئس اخو العشيرة. الرجل دخل، النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش اهلا وسهلا دعا وفرش له العباية. مثل ما قال رحمه الله أبو الدرداء: إنا لنقشر، يعني نبتسم في وجوه أقوام ونضحك إليهم، وإن قلوبنا لتلعنهم. إيوة، إن شاء الله نفكر الشغلة شوربة دكتور. إيه شو هالدين هاد يا؟ إيه صدقني الشوربة أحسن وأطيب.